جاي عشان ارقامه كويسه خلال الفترات اللي فاتت. الاول عشان نقيم صفقه او تعمل سكاوتنج على صفقه دلوقتي في الكره الحديثه لازم اربع حاجات نقيمهم. اول حاجه تكنيكال، تكنيكال ده الجانب الفني، فيزيكال الجانب البدني، سايكولوجيكال الجانب النفسي، سوشيال الاجتماعي. ده دلوقتي العالم ماشي كده، ازاي تعمل سكاوتنج على لاعب، ازاي ان انت تقيم صفقه بالاربع حاجات دول، تكنيكال فيزيكال سايكولوجيكال سوشيال. تكنيكال اللي هو اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو الجانب الفني الرقمي، عشان الناس تكون فاهمه يعني ايه تكنيكال. الجانب الفني الجانب الرقمي، تحركاته في الملعب، دوره، ادواره، المرونه التكتيكيه اللي احنا هنتكلم عنها. معلش قبل ما تكمل كلامك، هل في الاربع حاجات دول في حاجه اسمها عند؟ لا مفيش حاجه يعني اسمها ولا رقم خمسه في اسمها عند، صح؟ لا لا، بس طبعا يعني هو بيبقى موجود. ان انت مثلا لما بيبقى لعيب بيلعب مثلا في نادي يعني زي برشلونه مثلا، لويس فيجو لما راح من برشلونه للريال ده بيبقى موجود، يعني طبيعي في اي دوله في العالم مثلا لما بيبقى لعيب موجود بينتقل، لعيب كبير بيبقى في فرقه وبينتقل مثلا الفريق الثاني، بينتقل للفريق الاول في الدوري. دي حاجه الدوري بتبقى، لا لا، الحاجه دي بتبقى جماهيريه اكتر من شيء اخر، ولكن لكن مش في الاداره، مش في الاداره. وبعدين هو النادي الاهلي مش في علم السكاوتنج. النادي الاهلي عندما يفكر فهو يفكر في لاعب حر، طبعا لاعب حر، وبعدين انت بتتكلم او لاعب نادي عرضه للبيع او لاعب نادي عايزه كذا، فاهم؟ اللعبه كمان في الصفقه، وبالتالي هو لاعب حر والنادي الاهلي فكر فيه او تم عرضه على ريني فايلر بهذا الشكل، هو لاعب نقدر نجيبه بسعر كويس. صح. وقليل. كل اللي احنا هنتكلم فيه ده وقيمه الصفقه كمان انت مش دافع فيه حاجه، ده صفقه انتقال حر. يعني تخيل لما يبقى رقم واحد، احنا هنتكلم مثلا في الفيزيكال، اول حاجه كهربا لعيب دولي، لعيب منتخبات، لعيب منتخب مصر، انت بتتكلم في لاعب منتخب مصر. يعني لما نبص بقى على كهربا مع منتخب مصر، اول حاجه الجانب التكنيكال اللي احنا هنتكلم فيه، كهربا لا عنده 27 مباراه دوليه مع منتخب مصر، لعب كاس امم افريقيه مع منتخب مصر واخد المركز الثاني وشارك في البطوله بقوه في البطوله دي، وكان مسجل هدف في المغرب كمان، شارك في كاس العالم 2018 مع منتخب مصر بروسيا. اذا انت بتتكلم في لعيب دولي، دي رقم واحد، الصفه الاساسيه. شارك في امم افريقيا وشارك في كاس العالم، وبالتالي خبره دوليه كبيره. خبره دوليه كبيره، فانت بتتكلم في لعيب زي ده بالسعر ده، دي قيمه الصفقه. اهم حاجه انت لسه هنتكلم في الفنيات كلها، قيمه الصفقه ان زي ما قلت لحضرتك صفقه انتقال حر. ده يعني بصراحه ضربه معلم بالامان ان انت تجيب لعيب زي ده بالصفقه انتقال حر. الحاجه الثانيه والميزه المهمه قوي 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 ان كهربا هداف، هداف من تراث فريد، سجل في جميع الانديه اللي لعب ليها. ودي قبل بس ما نتكلم عن مسجل في جميع الانديه، خلينا نقول لنا البطولات الاول اللي طبعا البطولات هو زي ما قلنا ان هو لعيب دولي ولعب في منتخب مصر، لا مع كل الانديه، جاب بطولات كلها. تمام. نبص مثلا في كاس مصر، حصل على كاس مصر ثلاث مرات، مره مع انبي ومرتين مع نادي الزمالك قدامنا على الشاشه. مع انبي 2010 2011، مع نادي الزمالك 2014 2015 2015 2016. تمام. حصل كمان لما راح الدوري السعودي مع اتحاد جده على كاس ملك السعوديه، وكان مؤثر وكان صاحب هدف الفوز كمان في الماتش النهائي. في 2017 2018 كاس ملك السعوديه، و2016 2017 كاس ولي العهد، كان مؤثر مع اتحاد جده. كمان حصل على لقب الكونفدراليه وكان مؤثر مع نادي الزمالك في الكونفدراليه 2019. كمان حصل على بطولة أفريقيا تحت 20 سنة مع منتخب مصر عام 2013، ده في الناشئين. وبالتالي لعيب متعود على بطولات، لعيب دولي في منتخب شخصية مصر، شخصية النادي الأهلي، شخصية النادي الأهلي دي أول نقطتين. أنت بتتكلم كبروفايل اللاعب، لعيب منتخب مصر، الحاجة الثانية لعيب حاصل على بطولات، متعود على البطولات، غير أنه أصلا من ناشئين النادي الأهلي. تمام. فدي من ضمن المميزات. خلينا نروح للأرقام بقى، عشان ايه؟ ولا انا اتكلم ولا انت تتكلم، انت هتتكلم تقول الارقام اللي قدرنا نحصل عليها من كهربا من خلال احصائيات واضحه جدا وصريحه جدا. تمام. كهربا سجل في جميع الانديه اللي لعب فيها، كل نادي لعب فيه سجل فيه اهداف، وبرضه هنعمل له مقارنه، سجل معاه يعني، سجل معاه وهنعمل له مقارنه ما بينه وما بين اجنحه النادي الاهلي، هنشوف هو ازاي مثل التهديف اللي موجوده في كهربا كمان بيتفوق على اجنحه النادي الاهلي الموجوده حاليا في عدد الاهداف. ده اللي احنا هنتكلم فيه. رقم واحد مع نادي الزمالك، لعب كام مشاركه مع نادي الزمالك؟ اكتر نادي لعب معاه 68 مشاركه، مسجل 25 هدف و19 اسيست. مع اتحاد جده السعودي لعب 53 مباراه، مسجل 24 هدف و9 اسيست. مع نادي انبي لعب 35 مباراه، مسجل 8 اهداف وصنع هدفين. مع لوزيرن السويسري لعب 19 مشاركة، مسجل 7 أهداف وصنع هدف.
مع جراس هوبرز السويسري لعب 17 مشاركه